عائلة ميغري تستغيث بعد قرار الإفراغ. إليكم التفاصيل. فقد كشف ناصر ميغري نجل الفنان الراحل حسن ميغري عن تفاصيل تعرض عائلته للتشرد بعد صدور حكم الإفراغ في حقهم. وقال ناصر ميغري في تصريح له إن والده المرحوم حسن ميغري كان يكسري هذا المنزل منذ سنة 74-900 ألف، ولديهم الوثائق التي تثبت هذا الأمر. وخلال سنة 80-900 ألف حصلوا على وثيقة تؤكد أن الإخوان حسن ومحمود الميغري يكسرون هذه الشقة. كما أوضح ميغري أنه سنة 2009 قامت صاحبة هذا المنزل ببيعه لابنة وزير سابق دون أن تخبرهم بالأمر، لكن بعد مرور سنة تقريبا توصلوا بوثيقة تبين أن المنزل الذي يكسرونه تم بيعه لسيدة أخرى. وأضاف المتحدث نفسه أن السيدة التي اشترت المنزل رفعت عليهم دعاوي قضائية من أجل إخراجهم، بحيث كانت كل مرة تحتج على أمر معين، وكانوا يربحون جميع القضايا لأنهم كانوا يدفعون واجب الكراء كل شهر. وأضاف ميغري أن السيدة حصلت على قرار الإفراغ وقام أمس الأربعاء مجموعة من الأشخاص باقتحام المنزل في غياب أعوان السلطة وأمر وكيل الملك. وهكذا فإن عائلة الإخوان ميغري أصبحت مهددة بالتشرد والضياع بعد قرار الإفراغ الذي صدر في حقهم، بحيث أصبحوا ملزمين بمغادرة المنزل الذي عاشوا فيه لأزيد من 50 سنة بقصبة الوداية بمدينة الرباط.